بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. مفاجاه من البنك الاهلي وبنك مصر، في بنوك تانية، ايوه كريدي اجريكول مصر والقاهره، دول اللي انا اعرفهم لحد دلوقتي، ومبادره من البنك المركزي والبنوك دي بتقدم لحضرتك افضل استثمار. هو مش بيتقدم بالشكل ده، ولكن احنا هنطلع منه افضل استثمار في 2023. هنستثمر فلوس البنك وهنحقق منها اعلى عائد، وهنحقق منها كمان دخل، وهنستثمر وهندخر وهنحقق دخل غير عادي، يعني حضرتك هتكسب بكل المستويات. تعالوا نشوف مع بعض ايه الحكاية، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. في البداية بس حابة الفت نظر حضراتكم لحاجة مهمة جدا. ناس كتيرة جدا بتتكلم عن انه تم ايقاف شهادة 19% وال 22-18-16، بالفعل تم ايقافها ولكن مش في البنك الاهلي وبنك مصر. يعني لو حضرتك حابب لسه تشتريها موجوده في البنك الاهلي وبنك مصر، بنك القاهره وبنك السي اي بي. كانت موجود في بنك السي اي بي شهاده 19% تم ايقافها، ولكنها مش نفس مواصفات شهاده البنك الاهلي وبنك مصر وشهاده ال 22 18 16. دول تم ايقافهم في البنك القاهره، لكن لحد دلوقتي موجودين عادي جدا في البنك الاهلي وبنك مصر، حضرتك تقدر تحصل عليهم. طبعا عارفه حضراتكم محتارين تشتروا الشهاده الحاليه ولا تنتظروا للشهادات القادمه. احنا قلنا لحضراتكم كتير جدا من اكتر من شهرين انه لا، الشهادات مرتبطه يا جماعه بالتعويم. طيب ايه اخر قرارات التعويم؟ للي ما شافش الحلقه دي حضراتكم اخر قرارات التعويم بحسب الاعلان المعلن على الصفحه الرسميه لوزاره الماليه، انه هيتم المراجعه للشريحتين لصندوق النقد الدولي، وكمان المراجعه والتعويم هيكونوا بعد انتخابات الرئاسه، يعني تقريبا في بدايات شهر 12 بالتزامن مع اجتماع لجنه السياسات في البنك المركزي. للي حابب ينتظر من حضراتكم، من المتوقع كالعاده زي سيناريوهين حصلوا قبل كده في شهاده 18% وال 25%، ساعتها ايوه بنشوف شهادات استثنائيه مده عام وبيكون العائد عليها مرتفع. كمان حضرتك ساعتها هتكون قربت على استحقاق شهادات ال 25%، فهو مضطر انه يعمل لحضرتك وعاء ادخاري محترم. ده كده بالنسبه للشهادات. طب تعالوا نشوف مبادره البنك المركزي. البنك المركزي اخر قراراته كانت بالتعامل مع وزاره الاسكان والتمويل العقاري، عملوا مبادره حلوه جدا احنا هنوظفها لينا، احنا هتكون مبادره محترمه جدا، انه حضرتك هتاخد شقه تمويل عقاري. هتقول لي لا انا مش محتاج شقه او مش محتاج تقسيط، هقول لحضرتك لا، لحظه واحده، لازم تشوف الموضوع للنهايه، لانه لازم هينفع حضرتك، هينفع بنتك، هينفع ابنك، هينفع حد موجود في اسرتك، وهيكون دخل ثابت لحضرتك افضل من الشهاده والوديعه، وهيكون استثمار وادخار، وحضرتك بعد سنوات هتلاقي مع حضرتك مش اقل من 500,000 جنيه جم من الهوا. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك دلوقتي البنوك عاملة مبادرة انه حضرتك مفيش مشكلة تقدر تقدم على شقة وتاخدها. مرتبك يكون كام؟ هقول لحضرتك بالنسبة للأعزب 6000 جنيه وبالنسبة للمتزوج 8000 جنيه. هتقولي انا مرتبي ودخلي مش كده، هقول لحضرتك مفيش اي مشكلة، حتى دي ليها حل وهنحلها مع بعض دلوقتي وبمنتهى البساطة وبطريقة سهلة جدا جدا جدا. اول حاجة، الناس كتير جدا بتلون ان هي لما بتروح البنوك بتلاقي في موضوع التمويل العقاري تعقيدات. هقول لحضرتك لا، دلوقتي حالا وفي المبادره الجديده دي بقالها تقريبا حوالي 5 أو 6 أيام، حضرتك لو رحت اي بنك بالورق اللي هقوله لحضرتك دلوقتي لازم ورقك هيتقبل. البنوك كلها والبنك المركزي عندهم توجيهات انه اي حد هيقدم على الشقه دي هياخدها. دي شقة مش اسكان اجتماعي، ده تمويل عقاري، يعني بمعنى انه حضرتك اللي هتجيب الشقة، يعني اقدر اجيب شقة في مكان محترم جدا، واقدر اجيب شقة في مكان مثلا حواليه مدينة جامعية، في مكان حواليه مجمع سكني جديد. انا بدور ليه على الحاجات دي؟ انا مش هاخد الشقة يا جماعة عيش فيها، للي حابب انه ياخدها يعيش فيها حضرتك حر، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي فرصه من فرص الادخار والاستثمار. يعني انا هاخد الشقه اما هاجرها تدخلي دخل ثابت محترم جدا جدا، اسدد منه القسط وكمان الباقي هيفيض ليا يعني كعائد شهري او كدخل شهري. كمان لما تنتهي مده التمويل او لما تنتهي مده الاقساط هلاقي نفسي معايا مبلغ محترم جدا جدا، الشقة هي اللي سددته مش انا. بمعنى انه حضرتك اللي بتدور على الشقة وبتجيبها، ولكن مطلوب منك عدة مستندات. ايه هي؟ اول حاجة صورة بطاقة شخصية سارية، ولو حضرتك متزوج هتجيب كمان صورة بطاقة الزوجة وايصال مرافق يكون على نفس عنوان البطاقة، يعني كهرباء، غاز، مية، اي شيء. مستند اثبات الدخل الشخصي ده عادي بتجيبه من شغلك، ولو حضرتك ما عندكش دخل شهري ممكن حضرتك تروح لأي مكتب
استشارات او مكتب، اي مكتب استشارات قانونيه او مكتب محاسب قانوني هيعمل لحضرتك الورقه دي بمنتهى البساطه. طيب انا ملياش دخل ثابت لكن ليا شهاده، ليا وديعه، ليا حساب في البنك، هقول لحضرتك مفيش مشكله خالص، ممكن تاخد من الحاجات دي ولكن مش بضمان الشهاده، يعني بضمان الدخل. يعني انا اقدم له ورق، اخد ورق من البنك بيفيد انه انا ليا دخل كذا او بيجي لي ريع او بيجي لي فوائد كذا، لكن مش هعمل بضمان الشهاده ولا الوديعه. طيب ليه بقول لحضرتك التركيه دي؟ علشان خاطر فلوس حضرتك ما تكونش اتحبست مده التمويل العقاري كله، ولو انا حابب اتصرف فيها مفيش مشكله. المهم هنا في الموضوع كله انه حضرتك تكون عارف ومتاكد انه حضرتك هتقدر تسدد. بمعنى القسط يا جماعه قسط صغير جدا وقليل جدا جدا هقوله لحضراتكم دلوقتي، ولكن لازم اكون انا عارف انه البنك مش هيحجز عليا في اي يوم من الايام، لانه البنك لما بيتعرض لعميل بالحجز او عميل بيتعثر في السداد بتكون يعني الاجراءات غبيه من الاخر، فبلاش تتعرض لده. حابه انه حضرتك تكون عارف انه لا انا هقدر اسدد، عندي دخل ثابت، عندي معاش، عندي وديعه، عندي شهاده، ولكن مش هاخد بضمان، هاخد بضمان المبلغ اللي بيجي منها. طيب بعد كده ده مستند اثبات الدخل. بعد كده حضرتك الشقة اللي انت اخترتها لازم تكون شقة مسجلة في الشهر العقاري او حتى قبل للتسجيل، بمعنى انه ليها شهادة بعدم وجود اي مخالفات على المبنى. بعد كده لو ليها رخصة بتقدم صورة من رخصة المبنى، ده عادي جدا بتاخده من صاحب العقار. طيب معنى كده انه انا اقدر اشتري شقة في بيت اهالي؟ ايوه عادي جدا، بيت اهالي، اسكان اجتماعي، اي حاجة انت حضرتك حاببها مفيش مشكلة خالص. وكمان اقدر اشتري مبنى كامل، يعني اقدر اشتري مبنى كامل، ممكن اشتري بيت بحاله، فيلا، اي حاجه انا عايزها. الشرط اللي بعد كده انه تكون الشقه او البيت او الفيلا متشطبه ايا كان مستوى التشطيب، ولكن مش على الطوب الاحمر، يعني لازم يكون متشطب هو كده عشان يبقى ضامن انه حضرتك كده كده هتسكن. طيب مفيش مشكله، انا كده كده عايز حاجه اصلا متشطبه عشان لو انا اجرتها يبقى انا دلوقتي بدخر وبستثمر مش جاي اسكن، يعني عشان خاطر انا اجرها تجيب لي دخل محترم. طيب هنا بقى الدفع والاقساط. الاقساط يا جماعه حضرتك هتقسط المبلغ على حوالي بنسبه حوالي 8% او الفايده حوالي 8% متناقصه، وحضرتك هتقسط على 360 شهر. ده القانون الجديد او ده الكلام الجديد او دي المبادره الجديده، 360 شهر. طبعا مدة محترمة جدا جدا، بتخلي حضرتك لو سي مثلا حضرتك اخدت شقة بنص مليون جنيه او بخمسمائة الف جنيه، متخيل على 360 شهر حضرتك هتكون بتدفع حوالي 1200 جنيه. تعالوا بقى نشوف الحسبة ممكن تيجي ازاي. انا اشتريت الشقة، اي شقة في مصر دلوقتي ايجارها مش اقل من 2000 و2500 جنيه، هاخد الفلوس هدفع منها ال 1200 جنيه اللي هم القسط، وهتفضل الشقة بتسدد نفسها زي ما هي. في نهاية المدة 10 سنين 20 سنة ايا كان، انا مش هلاقي معايا نص مليون جنيه بس جولي من الهوا، معلش لحظة واحدة. انا هيكون عندي بقى عندي دخل من الشقة، والحاجة التانية كمان او لو حتى ما جابتليش دخل انا كده هكون اخدت الشقة فري وببلاش. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه اللي في احصائيات بتقول انه العقار بيزيد كل 5 سنوات 4 اضعافه، او كل 5 سنوات تقريبا 3 اضعاف ونص، يعني بعد 10 او 15 او 20 سنه انا الاقي ال 500 الف جنيه مليون هو 500 الف جنيه. طبعا كلنا عارفين العقار بيزيد زيه زي الذهب ويمكن افضل من الذهب، ولكن الناس ما بتلجاش ليه كاستثمار لانه التصرف بيه او انه حضرتك تسيله مش بيبقى اسهل من الذهب، لكن العقار بقيمه الذهب، يعني حضرتك كده كسبت من جميع النواحي. يعني انا كده بكل الطرق كسبان. ايه البنوك اللي بتقدم لي الموضوع ده؟ كمان حبيت اقول لحضراتكم انه حضرتك بتدفع في البداية 15% من قيمة الوحدة، يعني على كل 100 ألف جنيه 15 ألف جنيه. دي ايه البنوك اللي بتقدم ده؟ معانا بنك الاهلي، معانا البنك مصر، معانا بنك القاهرة، وكريدي اجريكول مصر. هما دول البنوك اللي تم الاعلان عنهم لحد دلوقتي، ولكن البنك بتاع حضرتك حضرتك عادي جدا تقدر تشوف اذا كان هينفع تقدم فيه ولا لا. طيب انا دخلي 1000 جنيه 2000 جنيه يا جماعه، بمنتهى البساطه ممكن حضرتك تروح لاي سوبر ماركت كبير جنب حضرتك، بس يكون مكان مرخص، يعني يكون ليه رخصه وسجل تجاري وبطاقه ضريبيه، صيدليه، مطبعه،
اي حد يا جماعه ممكن حضرتك تروح له وتقول له انه يدي لحضرتك ورقه بس بافاده انه حضرتك انا عندي معاشي 2000 جنيه، ولكن انا محتاج اوصل لل 6000 جنيه. عادي جدا هو ممكن يدي لحضرتك ورقه بتفيد انك بتتقاضى باقي الاجر ده منه. طيب انا معايا شهاده او معايا وديعه، مفيش اي مشكله خالص، ممكن اخد ورقه من البنك بافاده بالدخل اللي هو الشهري اللي بيدخل لي، ممكن اكمل ده على مرتبي او معاشي، لانه هنا حضرتك المبادره دي متوفره للارمله ولكل زوج ولكل مطلق او مطلقه وللمعاشات وكمان للموظفين. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. بنتظر من حضراتكم وبتمنى انه حد من حضراتكم يستفيد من الموضوع ويعيد عليه يعني بتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم وقدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده. بنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. شوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.